مرحبا، بتعرفوا عن سكري الحمل؟ إذا حابين تعرفوا عن سكري الحمل، عن أعراضه، عن مشاكله، عن أضراره وطرق العلاج منه، تابعونا. معكم الدكتورة فيروز من مستشفى كند، أخصائية نساء وولادة. رح أحكي لكم اليوم عن سكري الحمل. سكري الحمل يعتبر من المشاكل الشائعة اللي ممكن تواجه الست خلال فترة الحمل. إذا سألتوني عن نسبة حدوثه في المنطقة العربية رح أقولكم بصراحة ما في عنا أرقام دقيقة، لأنه ما أجريت دراسات عن مدى انتشاره في المنطقة العربية، عم نحكي عن دول الخليج العربية وعن الأردن ومصر، ولكن تقريبا النسبة ممكن تتراوح بين 20-30%، وبالتالي فهو شيء شائع، يعني تقريبا من كل 10 سيدات على الأقل 3-4 منهم ممكن يكونوا عرضة للإصابة بسكر الحمل. فشو هو سكر الحمل؟ سكر الحمل هو زيادة معدل السكر في دم الأم بعد 20 أسبوع نتيجة هرمونات معينة بتفرزها المشيمة لتغذية الطفل، بتتعارض مع وظيفة الإنسولين الموجود في جسم الأم واللي وظيفته تنظيم معدلات السكر في جسم الأم، وخصوصا إذا كانت الأم عندها استعداد جيني، يعني عندها تاريخ مرضي للإصابة بالسكر، أو في عندها زيادة وزن أو سمنة والأنماط الغذائية تبعتها خاطئة، رح تكون أكثر من غيرها معرضة للإصابة بسكري الحمل. ولأنه سكري الحمل ما له أعراض، فنحن هون حتى نعرف عن سكري الحمل مجبورين أنه نعمل فحص السكر في فترة الحمل. عادة نعمل فحص السكر بين 24 أسبوع و28 أسبوع، يعني في نهاية الخامس إلى بداية السابع، ولكن بعض الأحيان ممكن طبيبك يطلب منك تعملي هذا الفحص في مرحلة قبل من الحمل إذا كان يعتقد أنك أكثر عرضة من غيرك للإصابة بسكري الحمل. كيف بنعمل هذا الفحص؟ في طريقتين لإجراء هذا الفحص، الطريقة البريطانية والطريقة الأمريكية. الطريقة الأمريكية هي عبارة عن أنه الست بتيجي صايمة من 8 إلى 12 ساعة وبنعمل 3 فحوصات للسكر، فحص والست صايمة وبعد ما تشرب السائل نعمل فحص بعد ساعة وبعد ساعتين. والطريقة البريطانية اللي هي نحن بنستعملها هون عنا بمستشفى كندا، بتيجي الست صايمة من 8 إلى 12 ساعة، صايمة بمعنى أنها تتوقف عن الأكل والشرب وحتى العلكة وحتى التدخين، يجب أن تتوقف الست كاملة عن كل هاي الأمور إلا المي، وبتيجي وبتعمل أول فحص وهي صايمة، بعدين بنشربها سائل لونه برتقالي، أوكي، بنكهة البرتقال، فيه 75 جرام سكر، وبعد ساعتين بنجري فحص آخر لنشوف نسبة السكر في دمها. السائل هذا ممكن يجي بنكهات مختلفة، ممكن تسألي بالمختبر اللي انت رح تجري الفحص فيه، ممكن يكون بنكهة الكولا أو بنكهة الفانيلا أو بنكهة الميرندا، إجمالاً طعمه مقبول، مع أنه معظمكم بس نقولكم عن السائل بتعملوا أنه طعمه مش حلو، أنا جربته طعمه مقبول جداً. بعد ما نعمل هذا الفحص بنحط هذه الأرقام، وجدنا أنه الطريقة البريطانية والطريقة الأمريكية التنتين تقريبا ناجحين أنهم يشخصوا معظم حالات سكر الحمل، لأنه الاعتماد الأساسي هو على القراءة خلال فترة الصيام، ووجدنا أنه التعارضات أو التأثيرات السلبية على البيبي عادة بتكون لما يكون فاستينج أو القراءة تبعت السكر الصايم أكثر من 100. شو رح نعمل لما نعرف انه عندك سكر الحمل؟ رح ناديك عنا على العيادة ورح نبدأ نشرح لك كيف رح تنظمي غذائك حتى نظبط موضوع سكر الحمل. اول شيء رح نمنع الحلويات ورح نمنع العصائر ورح نقلل الكربوهيدرات والنشويات المعقدة مثل الرز الابيض مثل الخبز الابيض، ورح يكون تركيزنا على البروتينات والفيتامينات، ورح نبدأ ننصحك انك تمارسي الرياضة على قد ما بيسمح في وضعك الصحي او فترة حملك. المشي يعتبر من الخيارات الجيدة جدا، ممكن تمارسي المشي على حسب نصيحة طبيبك بفترة تتراوح بين 20-40 دقيقة. وعشان نتأكد أنك منظمي السكر تبعك، رح نصرف لك جهاز لتنظيم السكر أو لمتابعة قراءة السكر، رح يشرح لك طبيبك كيف تستعملي هذا الجهاز لقياس نسبة السكر عندك في البيت. رح نعطيك جدول في 4 قراءات للسكر يومية، قراءة وانت صايمة، وساعة من بعد الفطور، وساعة من بعد الغداء، وساعة من بعد العشاء، طبعا ساعة إلى ساعتين على حسب نصائح طبيبك، ورح يحط لكم القيم الطبيعية اللي أكثر منها رح نعتبر أن السكر غير منتظم. رح يكون في عندك متابعة قريبة حتى نشوف هاي القراءات، هل هي ضمن القراءات الطبيعية أو اللي بنعتبرها نورمال، أو أنها بتعتبر من القراءات العالية، لأنه في حال شفنا أنه نمو البيبي غير متماشي مع قراءات مسيطر عليها أو أنه القراءات بشكل عام أعلى من الرينج الطبيعي، ممكن طبيبك يلجأ إلى أنه يبدأ معك حبوب تنظيم السكر مثل حبوب الجلوكوفاج أو إبر الأنسولين على حسب ما الوضع تبعك يستدعي.